السلام عليكم شباب، ان شاء الله بخير صحة وسلامة لكم ورمضان كريم. واهلا وسهلا بكم بالكورس الثاني كلية المنارة، وان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا درس التشريح. طبعا احنا بالكورس الاول اخذنا مفاصل وعظام، بالكورس الثاني راح ناخذ سيستم، يعني احنا قلبنا السيليبس اصلا لكم. بلشنا بالسهل وشوي شوي طبينا المادة التشريح، لان يعني تعرفون احنا اذا بلشنا بالسيستم وياكم، يعني نظام مثلا ديجستيف سيستم، وبعدين نرجع على المفاصل، راح تشوفون يعني انه بالبداية صعبة وانا ما بدي اصعب المادة عليكم. فاذا احنا عندنا حرية الاختيار كانت، فسوينا تدريج في مادة التشريح. اليوم عندنا المحاضرة الاولى بالكورس الثاني اللي هي ذا ديجستيف سيستم، اللي هو الجهاز الهضمي. طبعا الدايجستيف سيستم خلينا نجي نعرف شنو وظيفته بالبدايه. The digestive function of the digestive system، اول شيء اللي هو ingestion يعني eating الغذاء. اثنين secretion اللي هو افراز، اللي هو releasing of water او releasing of water، enzyme او بفر يعني افراز الانزيمات وافراز الماء، اضافه الى افراز الماده الحامضيه او القاعديه حسب الجزء الموجود بالجهاز الهضمي. رقم ثلاثة اللي هو mixing and propulation، اللي هي عبارة عن movement along GIT tracts، يعني عبارة عن حركة أو خلط الغذاء مع الأنزيمات والهرمونات والبفرات والووتر اللي موجود بالgastric intestine اللي هو GIT. عندي رقم أربعة distinguish اللي هو breaking down of food، اللي هو تكسير الطعام الى اجزاء صغيره وبعدها حتى يكون امتصاصه اسهل. طبعا يصير بطريقتين، اللي هي طريقه ميكانيكيه وطريقه كيميائيه. الطريقه الكيميائيه اللي هي by movement، اللي هي بواسطه الحركه of digestive organs، من حركه الاعضاء الموجوده بداخل الجهاز الهضمي. هاي بالنسبه لها هي الميكانيكيه. اما من ناحية الكيميائية اللي هي باي انزيمز، اللي هي بواسطة الانزيمات الهاضمة للغذاء. رقم ستة او رقم خمسة، هنا خطأانين طبعا، رقم خمسة اللي هو observation، اللي هي امتصاص بعض المواد الغذائية المهمة اللي يستفاد منها الجسم. ورقم سبعة اللي هو dumping waste product او سحولة، defecation او نقول عليها filtration، يعني ازالة الاوساخ او ازالة الفضلات من الجسم اللي هي لا يمكن امتصاصها ولا يمكن هضمها. هذه هي وظائف الجهاز الهضمي. طبعا خلينا نجي نعرف شنو اعضاء الجهاز الهضمي ومن يتكون الجهاز الهضمي. طبعا يتكون الجهاز الهضمي من جزئين اساسيات، اللي هو الجاسترو انتستاينال، اللي هو جي اي تراكت، اللي هو جي اي تي يعني جاسترو انتستاينال تراكت، واللي هي تعتبر مواد اساسيه، واضافه الى اللي هو الاكسسوارز اورجن، الاعضاء الاضافيه للجهاز الهضمي. اذا يتكون من شيء اساسي وشيء اضافي. فنعرف شنو الشيء اساسي. طبعا هنا نقول اضافي انه مو زايد مستخدم الجسم له، وانما الى فوائد ممكن بالجهاز الهضمي وجهاز اخر، فهنا يعتبر هو مشترك، فنقول عليه اكسسوارز، اللي هي مواد اضافيه او اعضاء اضافيه بالجهاز الهضمي. فإذا خلينا نعرف شنو المواد الأساسية الجاسترو انتستاينال تراكت، اللي هي طبعاً عبارة عن تيوب ثروت ويتش ذا فود باسينج اند وير دايجستين اند اوبزرفيشن اكر، يعني هو عبارة عن انبوب طويل يمر به الغذاء ويصير من عنده امتصاص وهضم للمواد الغذائية، ويشمل انكلودينج الماوث الفم، الفارينكس، الاسوفياجاس، الستومك، سمول انتستاين واللارج انتستاين. ذني الأساسيات مال الجهاز الهضمي، واللي هن اختصاص فقط جهاز هضمي. من نجي الاكسسوارز اورجانز، يعني الاعضاء الاضافيه اللي انضافت للجهاز الهضمي. طبعا احنا قلنا انه مو انه اذا شلناهن يعني ما لهم فائده، لا، وانما هن لهم فائده بجهاز اعضاء اخرى، فبالتالي ليس محصورات بالجهاز الهضمي فقط. هذه الاورجن ذات از هيلب ان دايجستيف بات ثرو فود نيفر باسينج، واللي هي ما يمر بها الغذاء اصلا يعني. بتشمل مثل من التيث، بعد تونغ، salivary gland، liver، gallbladder and pancreas. هذني مواد إضافية تابعة للجهاز الهضمي، والفوائد أخرى في مواد أخرى. مثل ما تشوفون الصورة هنا توضح لنا شنو الجهاز الهضمي، مكوناته من طاطا. السلام عليكم على قولتكم. فنجي للجزء الأول اللي هو الماوث.
اللي هو يعتبروه الاورال كافيتي. طبعا الاورال كافيتي الماوث اولسو شو يصحوا له اسم بيكل. بيكل بيكل يعني الخدود، تعتبر سوري تعتبر للجهاز للماوث. طبعا فكشن مالته الوظائف مالته اللي هو اول شيء انجستشن يعني فود انتيك يعني اخذ الغذاء. اثنين تيست اند اذر سنسر ريسبونس تو فود يعني الطعم اضافه الى تحسس الطعم وتحسس الحراره والبروده واضافه الى تحسس بعض المواد اللي موجوده بالفم. رقم ثلاثه ماستيكيشن او الجوينج يعني عمليه الصح اللي احنا الصح اللوج بحلقه اللي هو ماستيكيشن عمليه المضغ المضغ. رقم اربعه اللي هو كيميكال دازيشن اللي هو مواد يعني عملية الهضم الكيميائي. رقم خمسة سوالينج فوائده اللي هو يساعد في البلع. رقم ستة سبيك اللي هو التكلم. رقم سبعة الريسبيريشن اللي هو من طريق عملية التنفس في بعض الأحيان. هذه فوائد الماوث. طبعا تركيب الماوث بصورة أعلى تبين انتيريور فيو وشوف هنا شكل أجزاء الماوث، راح نجي نتطرق لهم جزء جزء. طبعا طبعا يتكون من شنو؟ يتكون من تشيكس الخدود، الهارد باليت اللي هو الحنك الصلب اللي هو انتيرير بالمقدمه سوري الهارد باليت اللي هو انتيرير. طبعا عندي السوفت باليت اللي هو بوستيرير اللي هو يكون بالجزء الخلفي. اذا هسه عندي الخدود ويتكون من الحنك الصلب والحنك الغير صلب اللي هو الناعم سعوله، وعندي الافيولا. الافيولا اللي هي عباره عن اللهال المتمدله في وسط الفم. طبعا هذه شكلها يو شيب اكستنشن اوف ذا سوفت باليت يعني بوستيرير تنزل من الجزء العلوي من السوفت باليت. طبعا هذه ايش فيها ديورنج سوالين خلال فتره البلع شو تسوي؟ تغلق لي المجرى التنفسي بالتالي انه ما تخلي الغذاء يروح للمجرى التنفسي. فاذا هنا او النيزل كافيتي او نقول عليه المجرى المشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، فهذه تغلق الجهاز التنفسي المجرى اللي خاص بالجهاز التنفسي حتى ما يروح الغذاء. رقم أربعة اللي هو التون اللي هو اللسان عبارة عن muscles accessory organ عبارة عن عضو عضلي موجود. طبعا يساعد في التذوق اللي هو من nerves food of jawing يعني for jawing sorry اللي هو عن بعملية المضغ، يساعد في عملية الطعم adjusting shape of speech and swallowing ويساعد في عملية التكلم وعملية البلع. طبعا النقطة الأخيرة اللي هو يحتوي على الفم، الفم يحتوي على lingual tonsils at basin of tongue اللي هي عبارة عن الغدد اللي موجودة تحت اللسان. بعد شو يحتوي؟ يحتوي على salivary gland. طبعا excretion هذه شنو فائدة salivary gland؟ هي عبارة عن قنوات تمتد بداخل الماوث. هذه تحتوي على ثلاث أجزاء أو غدد تحتوي على ثلاث أجزاء أو ثلاث أنواع اللي هي باروتيد الفكية واللي هو largest inferior and interior to ears يعني تمتد يعني النكفية يعتبروها العفو اللي هي من تحت الإذان وتنزل وين تنزل بمجرى الفم. عندي subandibular تحت الفكية اللي هي طبعا هذا تكون بأرضية الماوث يعني بالجزء الأسفل من الماوث، وهذه تكون تحت سحلة تحت الفكية. أما sublingual اللي هو تحت اللسانية واللي يكون تحت اللسان inferior to tongue and superior to subandibular يعني هي أعلى من الفكية وشنو تكون مقدمة اللسان تحت اللسان. هذه هي salivary gland اللي ثلاث أنواع. طبعا عندي فد ملاحظة بسيطة اللي هو السلايفة اللي هو السوائل اللي موجودة بالحلق. طبعا هذه شبيهة أول شيء 99.5 يعني 99.5% هي عبارة عن ماء، وطبعا تحتوي سلافري أملايز اللي هو إنزيم، وهذا شبيه هذا يسوي ساعد في عملية إذابة الغذاء وترطيب الغذاء إضافة إلى تحليل بعض أجزاء النشا أو هضم بعض أجزاء النشا كيميائيا للمساعدة في عملية الأسيدوسز الحامضية اللي موجودة تدخل بالمعدة. إذن هو مادة قاعدية وبعدين تدخل المعدة مادة حامضية، إذن هنا يساعد في عملية تعادل الغذاء داخل الماوث حتى يساعد في عملية امتصاصه، وبنفس الوقت يساعد على انسيابية دخول المادة الغذائية إلى المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام حتى ما يصير عندي مشاكل بالحامضية والقاعدية وهاي المشاكل عندي البفري.
عندي اللي هو بعد بالماوث ايش عندي؟ عندي تشيكس اند ليب او تشيك اند ليب، يعني الخدود والشفاه. طبعا مبدئيا هن عباره عن عضلات تحيط بالتيث بالاسنان او ما، وبعد ايش بيها هذه؟ تساعد في عمليه ماستيكيشن، في عمليه الهضم. وبعد اند اسينشال فور ارتكولار سبيك اند سكينج اند بولوينج اكشن، يعني ساعد في عمليه الهضم وساعد في عمليه التكلم، يعني اعطاء اللغه ومفاصل الكلمات بشكل صحيح، اضافه الى عمليه المصفى في فتره الرضاعه. وبعد فتره الرضاعه هي عمليه البلع، ساعد في عمليه البلع. طبعا جدا مهمه لان هي عضلاتها تكون دائريه وشبيها وتحتوي على نوع من الشحوم تنطيها انسيابيه، اذا هي العضلات اللي تحتوي على نسبه شحوم تقريبا نقول عاليه واللي تنطي مرونه فلكسبيليتي في عمليه التحرك. هذه العضلات تكون جدا مهمه في عمليه تحركها، وتكون تحركها بجد جدا انسيابي لينطيني مخارج الحروف بشكل اصح. هذا هو ما يخص اللي هو تشيكس اند ليب. عندي بعد شبي موجود الماوث، عندي تيث الاسنان. الاسنان طبعا اكسري اورجن ان بوني سكت اوف ذا مانديبولار اند ماكسيلر، يعني شنو؟ يعني هي عباره عن مواد او مواد عظميه موجوده في الفك العلوي والفك السفلي لجهاز للماوث. طبعا يتكون من السن اصلا يتكون من ثلاث اجزاء اللي هو كراون التاج والروت والجذر والنيك والعنق. طبعا الكراون اللي هو التاج اللي موجود اباف جام اللي هو خارج بين خارج اللثه. طبعا الروت اللي هو امبيدينج انسكت واللي هو تكون جزء المتوسط واللي هو يكون داخل العظم، اضافه الى النيك اللي هو تكون بين العنق، يكون بين التاج وبين الجذر، وهو الجزء اللي يكون اللاين على اللي ملامس الى اللثه. طبعا وبعد ايش بي السن؟ السن بي ثلاث طبقات اللي هو المينا، الجزء المينا والجزء العظم العاج، طبعا الجزء العاجي، واخير واحد اللي هو التجويف. طبعا الانيمال اللي هو الهاردنس سبستانس ان بودي اللي هو اوفر كراون اللي تغطي لي اياها اللي هو المينا. طبعا الدينتال اللي هو العاجل وماجوريتي اوف انتيريور توث، واخير واحد اللي هو البابل كافيتي اللي هو يحتوي على النيرف والبلاد فيزلز اند لينفوتيس. يعني شنو؟ ثلاث اجزاء مكونه للسن او ثلاث طبقات تحيط بالسن. طبعا فد ملاحظات اخرى على السنون والاسنان اللي موجوده بداخل جسم الانسان اللي هو الهيومن هاف تو سيت اوف، يعني موجود نوعين من الاسنان اللي هو مثل ما تعرفون اللبنيه والدائميه. اللبنيه اللي هو ديكتيوس اللي هو تيث اوف بليس باي ذا بيرمننت تيث بتوين اي 6 اند 12 ييرز، يعني اللي هي تحتوي طبعا عددها 20 وهذا تتغير من عمر سنه 6 سنين الى عمر 12 سنه تبدا تتغير الى الدائميه اللي هي البيرمننت، وهذه عددها ايش قد 32 البيرمننت. اذا هسه الدائميات 32 واللبنيات هن قد يكون 20. طبعا البيرمننت بها انواع او نقول عليها حسب السايت مالتها حسب موقعها، واللي هو انسيوسر اللي هو نقول قواطع، بعدين تجي عندي طبعا هذه عددها 8، وعندي الكبسيد واللي هو يكون الانياب وعددها 4، واكثر شيء موجود بالكنانز بصوره القواطع. بعد عندي البروملز اللي هي الطواحن اللي هو كراشينج اند جرادينج فود، وعندي المولر اللي هي تكون يوست اوف ذا كراشينج اند جرادينج فود اللي هي عددها 12. اذا هنا احنا طبعا اكو تقسيمات البروملز والمولرز، يعني مرات يقولون انه صنف واحد لكن بالتصنيفات الاخيره انه نفصلوهن. عندي قواطع وعندي طواحن وعندي انياب وعندي نقول عليهن المقدمه الاماميه للاسنان اللي هو تقطيع المواد، خاصه بال يستخدموهن بال يعني اكثر شيء بالحيوانات تكون تقسيم مثل اوضح. ليش؟ لان حجمهن يختلف. نجي الى التونج اللي هو اللسان. التونج اللي هو تقريبا نقول هو عباره عن عضو يملا الفم بشكل كامل ويغلقه، ويحتوي على ميوكس ممبرين يغطي طبعا كفرنج اند ممبرين فولد كولد ذا لينجوال، وطيات تحتوي صحولها لسانيه. طبعا الفرنيول كونسيست اوف ذا ميد لاين اوف
tongue to the floor of the mouth، واللي هو الخط الوسطي باللسان يحتوي على خط وسطي موجود بالمعده. طبعا ايش بيه بعد؟ هو عباره قلنا عن عضو عضلي 100%. The function of the tongue شنو وظافه؟ عندي اول شيء muscular action mixing food particulars، اللي هو عباره عن شنو؟ خلط الغذاء مع المواد الموجوده بالفم اللي هو السلايفا. Move food toward the pharynx اللي هو حركه الغذاء المن الى البلعوم. During swallowing في عمليه البلع. بعد ايش عندي؟ The tongue also help move food شنو under teeth the teeth for chewing، يعني هو اللي يخلي يودي الغذاء تحت القواطع والطواحن ويساعد في عملية شنو الماستيكيشن اللي يصير بالجهاز الهضمي بأول ببداية الجهاز الهضمي اللي هو الموث. بعد ايش بيحتوي؟ يحتوي على زوائد بابلة، بابلي اللي هي الزوائد اللي هي نقول عليها النتوءات اللي موجودة. هذه شبيهة تغطي السطح الخارجي للسان، وهذه تساعد في عملية handling food، عملية mixing وعملية حركة الغذاء، وإضافة إلى هي عملية taste buds، هي عبارة عن أرضية لتذوق الطعام. طبعا هذا من ناحية the posterior organ or food organ of the food or root the tongue in height of the hyoid bone، طبعا اللي هو الجزء الخلفي من اللسان يتبط مع الهايود بون، وهو هذا عبارة عن مص of the lymphatic tissue اللي يصحوا لها lingual tonsillis، يعني بالنهاية الجزئية النهاية الخلفية من اللسان ترتبط بين بالtonsillitis اللي هي البلاعي. طبعا بعد شو يحتوي على الجهاز الموث؟ يحتوي على البلت اللي هي من hard palate الانتيرير بالمقدمة والsoft palate اللي هو بالمؤخرة. طبعا the bullet from the roof of the oral cavity and consists bone anterior part، طبعا الهارد بلت اللي هو الماده الصلب، and muscular posterior part اللي هو soft بلت، يعني عندي جزئين اللي هو جزء عظمي وجزء عضلي، الجزء العظمي يصح له هارد بلت والجزء العضلي يصح له soft بلت. طبعا هو عباره عن muscular arch يعني نتو او نقول عليها ماده عضليه تحيط، هاي من ناحية الانفولا واللي هي موجودة بالسوث بلت وتنزل للخلف، يعني من السوث بلت وتنزل إلى خلف الموث اللي هو الجزء الخلفي من الموث، وهذه مهمة قلنا سولفنا قبل شوية إنه مهمتها في عملية الغلق. بعد إيش بيه الموث؟ in the back of the mouth on either side في كل الموجودة من اللسان موجود عبارة عن مواد أو جزاء عضو لمفاوية تسمى البلنتونسلايتس واللي هي الغدد اللمفاوية أو نقول عليها العقد اللمفاوية اللي هي طبعا يسحوا لها البلاعين. هذا وبعد شبيه ستركتشر، هذا فائدتها شنو؟ فائدتها تحيط بالبثيل اللاين مادة يعني طبقية مادة مخاطية، وهذه تساعد في عملية بروتكت أوف ذا بودي against infection، يعني البلاعين فوائدها الدول يعتبر الخط الاول للصد من حالة التهاب او دخول البكتيريا لداخل الجسم. طبعا عندي digestion in the mouth، شنو يصير عملية الهضم داخل الموث؟ اول شيء قلنا احنا عبارة عن نوعين، هو ميكانيكي وكيميائي. فنجي الميكانيكي هو عبارة عن joint mix food with the saliva، الميكانيكي هو يقصد بعملية خلط المادة الأملايز اللي هو قلنا موجود بالساليفاري جلاند أو ينفرز من الساليفاري جلاند، واللي عبارة عن إنزيم يحول النشا إلى سكريات. فبالتالي إنه عملية خلط أول العملية يصير لها عملية جوينج ميكس فود وذ سلايفا، هذه أول الميكانيكي. بعد شي سوى عندي راند أب فود إنتو ذا سوت بلو أوف ذا سوالينج، يعني هنا جعل الغذاء رطب و سوفت سائل يعني نقول عليه او رخوي حتى يصير عمليه ابتلاعه جدا سهل. هم من ناحيه الميكانيكال. اما من ناحيه الكيميكال واللي هو عندي سليفري املايز واللي هو انزيم، وهذا الانزيم بريكنج داون بولي سكرايت وهو تحليل السكريات المعقده او المتعدده اللي هو ستارتش النشا، يحولها الى مالتوز اند لارج فيجمنتد
يعني شنو حولها الى مواد سكريه كبيره وصغيره، ابسط ما هو موجوده متعدده السكريات. طبعا اضافه الى continues in the stomach from the about any hours unit acid and activated amylase، واللي هو هنا يساعد في عمليه معادله الحموضه فيما داخل المعده. اذا هنا عندي قاعده بالفم حتى يساعد الحموضه اللي موجوده وين بداخل المعده. هذه هي محاضرتنا وارجو نكون استفادت من عندها، واي واحد عنده سؤال ممكن مراسله ممثل المرحله وسؤال انا جاهز ارد عليه ان شاء الله. وشكرا لكم طلاب، وان شاء الله بصحه وسلامه، اترككم في ذات الله.